واصلت المقاومة الشعبية تقدمها في عدد من المواقع المحيطة والواقعة على مشارف مدينة الحوطة بلا حج. وتفيد المصادر بأن المسلحين الحوثيين المطرودين من عدن والفيوش وبلدة صبر تجمعوا في الحوطة. تصدى رجال المقاومة الشعبية بمأرب لهجوم لميليشيات الحوثي وصالح في جبهة المخدرة، واندلعت اشتباكات عنيفة بين الطرفين منذ مساء أمس وحتى اليوم. أفشلت المقاومة الشعبية بمحافظة الضالع محاولة تسلل لعناصر من مسلحي الحوثي والصالح إلى منطقة سناح، وأسرت المقاومة عددا من المسلحين الحوثيين. هاجم رجال المقاومة الشعبية بإقليم تهامة بقذيفة صاروخية وبرصاص نقطة لميليشيات الحوثي في شارع الخمسين بمدينة الحديدة، وأسفر الهجوم عن مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين. شن رجال المقاومة الشعبية اليوم الخميس هجوما على ناقلة للحوثيين في منطقة ريام الطفة بمحافظة البيضاء، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين. هبطت في مطار عدن الدولي اليوم طائرة إغاثية سعودية هي الرابعة من نوعها خلال أسبوع، وتحمل الطائرة 10 أطنان من المستلزمات الطبية والأدوية والمحاليل الطبية لمرضى غسيل الكلى، وسيتم توزيعها على كافة المستشفيات والمراكز الطبية في مختلف محافظات الجمهورية. أكد العميد أحمد عسيري أن الهدف الأول للتحالف عودة الحكومة إلى مدينة عدن ثم انتقالها إلى صنعاء عن طريق الحوار إن أمكن ذلك، مضيفا بأنه إذا لم يوافق الحوثيون على الانسحاب من صنعاء فإنه سيكون للحكومة الحق في إخراجهم بالقوة. وقال عسيري أن التحالف يرحب بزيارة محققين لليمن للتحقيق في الانتهاكات الحقوقية المرتكبة.